أنا اسمي غالية خليل. أبويا كان كل حلمه في الحياة إن بنته تتستر وتتجوز جوازة حلوة. الجوازة الحلوة دي بقالها كام شهر بس. الراجل اللي المفروض اسمه جوزي أنا معرفوش. أنا اتعرفت عليه على النت. يعني كل وجوده في حياتي كان عبارة عن صورة وصوت. إنما أنا عمري ما شفته في الحقيقة. وحضرتك وافقت على الجواز ليه؟ طالما مش موافقة على الزوج أصلا. عشان كنت عبيطة. أفندم. أيوه. أنا كنت عبيطة فعلا. أنا عارفة إن كلامي ده كلام مش بتاخد بيه المحكمة. وعارفة إن أنا وافقت بإرادتي. لكن أنا غلطت. أنا كنت طول عمري قوية ومستنية من الحلال وراضية. لكن ضعفت. أنا وافقت على صورة إبراهيم عشان أكمل صورتي قدام أهلي والمجتمع والناس. أكيد حضرتك يا ست القاضي مش هتحاسبني على لحظة ضعف. أنا النهاردة مش طالبة الطلاق عشان عرفت حاجة عنه أو عشان غيرت رأيي، بس أنا واقفة قدام حضراتكو عشان أنا عرفت نفسي أكتر وعرفت ضعفي اللي وصلني اللي أنا فيه دلوقتي. لو الأستاذ إبراهيم وافق وقرر إن هو يعيش هنا معاكي يا سيادة القاضي، الضرر مش في المكان، الضرر في وجوده في حياتي. أنا لو كنت بملك حاجة واحدة في الدنيا فهي حياتي اللي أنا عايشاها. أرجوك ما تحرمنيش إن حياتي تبقى ملكي. اعتبرني بنتك. رجعلي حياتي. ده بعد إذن حضراتكم وبعد إذن المجتمع طبعا. خليه يتفضل. مساء الخير سيادتك. مساء الخير. أنا المهندس إبراهيم عبد الحميد فودة، وأنا جاي النهاردة عشان أحضر بنفسي جلسة الدعوة المرفوعة ضدي. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.